اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين سهرتنا الرمضانيه مع حضراتكم والاهلي في رمضان. وفي البدايه برحب بالنقاد الكبار الحقيقه اللي انا بستنى اللقاء معاهم عشان الحقيقه ليهم وجهه نظر دايما بتكون اقرب الى الصح. برحب في البدايه بالاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير. اهلا بيك يا استاذ جمال. اهلا بيك كابتن هيثم، منورين الدنيا ونهاوند طبعا. وطبعا اكيد بنرحب بالناقد الرياضي الكبير ايضا كابتن محمود صبري. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، منورين الدنيا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه واحنا يا رب مش بس طيبين، بصحتنا وسعداء وكسبانين واغنياء وكل حاجه. واحنا ليه دايما نقول طيبين بس؟ ما نبقى اغنياء كمان. والله اوقات لما مامتي تدعي ربنا يوفق، قلت لها حلو يوفقني ويخليني ملياردير. مش غلط، مش هيتعارضوا مع بعض. اديني زقه شويه، ربنا يدينا كل اللي احنا بنتمناه. خدي احلى من الغنى، خليكي مسطوره. ماشي مع الستر المليارات. ده الستر ده كل حاجه. الستر ده كل حاجه يعني. الستر ده الكلمه العاميه العفو والعافيه دي بتغطي على كل حاجه. ابرزها ان ربنا يكرمك انك ما تحتاجيش لحد. يا ربنا فعلا ما يحتاجش لحد الا هو سبحانه وتعالى. نخش بقى في التقيل على طول، الكلام بقى الجميل، ونبدا بالمنتخب. نخش على المنتخب لان المنتخب خليني اقول او اردد نفس الكلمه اللي الجماهير اتكلمت عليه. قال لك ابتدينا نحس ان المنتخب شم نفسه، ابتدى المنتخب يظهر، بقينا نشوف لعب هجومي غير بقى زمان اللي احنا كنا بنشوفه اللعب الدفاعي الغير ممتع. خليني اختار المصطلح ده. بتشوفوا ده نجاح لفيتوريا، نجاح للفريق او المنتخب، يعني نجاح لايه؟ المنظومه كامله يعني. هبدا مع حضرتك استاذ جمال، اتفضل. اولا لازم نقول او نعترف ان شكل المنتخب مختلف، بس انا يعني مش عايز اصدم الناس برضو واقول جزئيه لازم كلنا نحطها في الاعتبار. يعني كلنا سعداء بالمنتخب الاول وكمان المنتخب الاولمبي، لكن طموحاتنا لمنتخب مصر اكبر من كده. لسه في اختبارات قويه جامده جدا جايه. نقدر نقول اللي عمله فيتوريا والمنتخب هو تصليح المرحله اللي فاتت اللي كان فيها شويه ضربات. صح. عشان كده يمكن احنا سعادتنا كبيره قوي انه ايه المنتخب اخيرا رجع لما كان يجب ان يكون عليه. عشان برضو ما يبقاش هو ده كل طموحنا، لان ده حصل تصليحه الوضع دي حصلت يمكن في نفس اليوم او تاني يوم من مباراه بين المغرب والبرازيل. نعم. طبعا احنا شايفين قد ايه المغرب عامله انجازات يعني. طبعا. أنا مش بقول ده عشان أقلل فرحة الناس، لكن أنا بقول ده مشوار لسه طويل. إن المشوار ما زال في أوله، نقدر نقول إنه برضو كل مشوار بيبان من أوله. أيوة، هي دي بقى النقطة. يعني نقدر ناخد النقطة دي ونبني عليها، إن إحنا إن شاء الله نتمنى في المستقبل القريب بإذن الله إن إحنا نرجع لمنتخب مصر اللي إحنا افتقدناه. صحيح. في السنوات الأخيرة يعني. اللي هو يمكن اعلى ريت وصل ليه المنتخب كان مع بصراحه يعني كابتن حسن شحاته. اللي هو انت كنت بتلعبي مع اقوى الدول الافريقيه، مش قلقان، مش قلقان من حاجه، وبتقدم كره حلوه وبتكسب وبتهاجم، مش زي برضو لو تستغلي زي لعب كوبر وكيروش. اللعب الدفاعي مقفول يعني. يعني يمكن يكون لها برضو شويه معطيات خاصه. كيروش جه في توقيت كان صعب جدا ودخل على بطولات كتير، وهي طريقته او فكره كده. فاحنا نتمنى مع فيتوريا ان هو يبقى صاحب فكر هجومي، وان كنت انا بتحفظ على انه يبقى هجومي فقط. طبعا، لان احنا جربنا. عايز فريق متكامل. طبعا لازم، ما انت عشان تبقى عندك فريق قوي لازم يكون دفاعاته قويه، لازم يكون هجومه كويس. فكويس قوي التجربه اللي حصلت امام ملاوي يعني. طب نسمع راي كمان استاذ محمود، يمكن اكيد لك راي في الوقت. منتخب مصر حط اهداف كتيره ما كناش بنشوف قبل كده، ودخل فيه جوال قليله في التجارب اللي ده مع مستر فيتورا. رايك ايه؟ بص، حتى يعني حتى لما بنفوز بنعمل الاربعه الناس برضه تبدا تشتغل بقى في التفاصيل اللي احنا ايه ونقلب المنتخب ضعيف. طب لو خسرنا؟ لا. طب انت تعرف ان المنتخب ده ما كسبناهوش على ملعبه؟ يعني لعبنا معاه ثلاث مباريات، خسرنا اثنين وتعادلنا واحده. خلي بالك ملاوي دي ايام الكابتن محمود الجوهري، هو التعادل كان مع كابتن الجوهري كسبناه في القاهره 1-0، ودي المباراه اللي اهلتنا لكاس العالم 90 على فكره، من المنتخبات اللي هي متميزه. طيب انت الهدف انك تبني على انك انت دي نقطه، انك انت الراجل فيتوريا دي خمس مباريات، طب احكم عليه حكم نهائي؟ لا، انا ما اقدرش احكم عليه حكم طبعا.
طبعا بس في بشاير ما انا بكلم، لكن انا بقول لك ايه الدفع المعنوي والاداء اللي حصل في الشوط خلى الناس ايه الله احنا كنا كده احنا كنا كده اتعادلنا اهو كده بالظبط يعني بقينا ازاي اتعادلنا كده شويه ايه ده خدت نفسك يعني فتح يا ولد لا خدت نفسك هنا بقى ايه انت بدات تعمل شكل وعندك مجموعه عناصر نعم انت اللي من 3 4 شهور وصلت الفاينل انا امم افريقيا ولم يحالفك التوفيق ماشي جزئيه الدفاع مش الدفاع اذا لم تمتلك دفاع قوي ما تعرفش تهاجم طبعا لازم يكون الدفاع عندك على يعني مستوى طبعا دفاعيا بص دفاعيا قوي وعندك الساحر بتاعك اللي انت بتبني صلاح. عليه الحدوته ووضح ان هو ماستر في الملعب محمد صلاح يعني لازم الناس دي تستفيد من وجود محمد صلاح يا جماعه النهارده استاذ محمود احنا حطينا 14 هدف في 5 مباريات ودخل فينا هدفين ما انا بقول مش مؤشر طب انا بقول لك اللي احنا هنشوفه اتحاد الكوره يعني بعد ان شاء الله التاهل خلاص احنا محتاجين نقطه واحده وخلاص نتاهل للنهائيات السيناريو اللي هيعمله اتحاد الكوره هيساعد الناس دي ازاي هيساعد الراجل ده ازاي يعني انت لابد يكون لديك برنامج قوي جدا بعد حسم التاهل في شهر 4 او في شهر 9 ان شاء الله مباراه اثيوبيا ومباراه العوده مع غينيا لا هتحسم مباراتين هتحسم فيهم خلاص انت ايه الوقت اللي هتقدر عشان قبل تاخد بطوله هتقدم مباريات ايه تنظيم مباريات مجموعه لزياده التجانس للبحث عن برضو عن لاعبين احنا برضو الموضوع اكبر من فيتوريا الموضوع اشمل واعمق انت عندك مشكله على مستوى القاعده البحث عن المواهب قليل قوي يعني اللي يديك الفرق والمساحه بتدور على انت بتدور في الدوري المصري لو مسكت ورا وقلم وجبت المعادلين والخبره وقلت لهم هاتوا لي اسطى في الملعب مش هتلقى ما عندكش طب قصدك القماشه لا القماشه القماشه هي الاساس الله هو كابتن حسن شحاته تعب قد على فكره كان معاه مين؟ كان معاه جيل خلاص الجيل ده بعد حسن شحاته والجيل المميز في النادي الاهلي وقتها اللي هو كان مسيطر على افريقيا قال لك بعد 20 سنه الناس اصحاب الفكر بعد 20 سنه دوروا على ناس زي دي مش هتقل ليه؟ لان المواهب ايه؟ قلت عماله تقل السبب السبب من وجهه نظر حضرتك السبب؟ لا اول مره في حياتي اشوف ان عشان تلعب كره تدفع فلوس بس ده في الاكاديميات لا مش في الاكاديميات بس بتتكلم على الفيرست تيم كمان على مستوى الفيرست تيم الموضوع اخطر من الاكاديميات الموضوع تغلغل داخل الانديه تخلخل مع مدربين لانك انت المنظومه متكامله تقدر تقول لي مين هو المدرب المميز في الدوري المصري؟ صحيح اللي جاله عقده بره مثلا حد شافه قال له تعالوا نبقى عاوزينك تشتغل شايفينك عامل طفره صحيح انا بكلمك بص لو فتحت الموضوع ده هنقعد انا والرئيس اهو هنفتح بص هقول لك على حاجه بقول لك على حاجه ما انا اهو هات المدرب اللي بيختار الناشئ وقاومه كده يعني ايه مدرب لعيب كوره يعتزل لو انت هاته قول له اعمل لي وحده تدريبيه اتحداك انه يعرف يعملها يعتزل يبدا يدرب طب عنده عينك شاف طب اختيار الناشئ بيتم ازاي؟ احنا حضرنا وشفنا الوضع بيبقى عامل ده وضع كارثي اذا لم يكون هناك قلبه وقومه وكلمة مشروع يبقى في مشروع حقيقي واقف على الأرض يبقى بلاش الكلام بقى والتجارة اللي ملهاش لازمة احنا عندنا أزمة يا جماعة على القاعدة لما دولة 105 مليون عدد الممارسين فيها ما وصلوش لمليون صحيح دولة زي تونس الشقيقة عدد الممارسين تونس 15 مليون عدد الممارسين مليون ونص يعني قدك انت روح شوف اللي مكتوب في اتحاد الكورة وشوف السجلات طب انا عندي سؤال من كلام حضرتك وبرضو اخد رايكم فضل. يعني احنا بنتكلم في منظومه في دول تانية ما كانتش حتى بنقارن نفسنا بيها انا بتكلم على المستوى الفني عدتك بكتير ووصلت لليفلز تانية انا اتكلم مثلا على سبيل المثال المغرب ايه اللي حصل تجربه المغربيه علشان اقدر اقول انا ينقصني 1 2 3 وانا هقرب اهو يعني انا مش رايح مثلا دول اوروبيه بتكلم يعني في كوره مش بعيده عليا ما تقارنش نفسك بالمغرب ما قارنش اصلا نفسي بالمغرب اساسا لان المغرب قدام وتاريخ ومحترفين وقريبين من اوروبا واسبانيا لكن لا خد ادخلي بس على السنغال شفت النهضه اللي في السنغال شفت السنغال عملت ايه كاس الامم الافريقيه اللي عندك هنا منتخب الشباب شفت عملت ايه معانا يعني تكسبني في كاس الامم وتكسبني في بطوله كاس العالم دي مش غريبه لا هي غريبه جدا صح مش غريبه انا بكلمك كده انا بسال كلمي إيه بقى القصة؟ بصي كلمي بقى على ايه على الشغل اللي بيتم مع انديه في اوروبا عامله اتفاقات مع انديه في السنغال ان انا باخد منك اي موهبه وبدعمك فلوس يعني بدي حاجه عندي ناس بتتابع وتاخد وتطلع بره والمساحه والقاعده زادت في تقرير لصحيفه في مجله فرنسيه
يمكن نشرناه عندنا في الاهرام من حوالي سنتين ثلاثه. قال لك انه عدد اللاعبين المحترفين كل سنه بيطلعوا من السنغال ونيجيريا وغانا على الاقل من 300 ل 400 لاعب. خبر ابيض. مقارنه بينا الارقام قد ايه؟ انا بكلمك اهو 300 من مصر صفر. لا 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 لا. انا بكلمك اهو المغرب تونس الجزائر من 15 ل 25 لاعب. مصر صفر، مصر من بعد محمد صلاح والكلام ده ما طلعتش ناشئ ولا طلعت حد طلع من 2015. اعداد قليله. الاعداد قليله، عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك كلام كبير قوي. وفعل والفعل ما فيش على الارض. عاوز اقول لك ايه، قال لك ايه تعالى يا عم النادي الاهلي والزمالك ودي انديه كبيره ومحترفه برضه بتصرف فلوس عاوزه بطولات، يعني مش هيكون عنده حد موهبه وهيسيبهولك برضه بسهوله يعني، فانت عاوز ايه؟ لابد من علشان كده انت بتدوري على مين؟ على الناس اللي اتسربت وطلعت ايه؟ طلعت بره في اوروبا وحدها وكفحت. نعم. ويدور بين حد ملوش مكان ممكن يروح بره، تروح انت تفكر تجيب ابناء الجاليات والناس اللي سافرت واللي تعبت لا انت محتاج انك انت عاوز ابنك محتاج رجال مخلصين يقدروا حجم الصناعه اللي هم موجودين فيها ان هم يعملوا صناعه حقيقيه. لابد من اهتمام قوي بالاختبارات الناشئين، لابد ان انا اجيب ناس تعلمني ازاي اكتشف الموهبه. يعني عاوز اقول لك ايه، المانيا لما جت فقدت كاس العالم في 2006 على ملعبها وخسرته، عملوا قومه وقعده زي ما بقول لك، وقال لك لا مش هينفع، راح عاملين اتحاد الكوره اللي عمل، مش انا اللي عملت، 12,000 اكاديميه. 12,000 ايه؟ اكاديميه. والشغل بيبتدي من 12,000 اكاديميه دول، قال لك تعالى ادفع يا عم 15 20,000 جنيه عشان تحضر؟ ده بالعكس، المواهب اللي بيكتشفوها بيودوها الانديه، يقول له اتفضل خد. تعالى اتفرج وشوف واختار، تعالى اعمل. في 2010 لسه ما النتيجه، في 2014 عملوا ايه؟ جابوا كاس العالم من البرازيل ام اللعبه. غلبوها في ملعبها 7-1. الجيل ده اللي هو يعني عاوز اقول لك ايه؟ في احساس، في طفرات، لازم يبقى فيه طفرات كل فتره. شوف انت من بعد 2010 عملت ايه؟ وصلت فاينل 2017 امم افريقيا في الجابون وخسرتيه في اخر 10 دقائق، كنت فايز 1-0 بهدف النني وخسرتيه باخطاء برضه، اخطاء دفاعيه ماشي اللي هو كوبا. ورحت كاس العالم بعديها طلعتي قبل الاخير. مصر بتاريخها لا دي كانت حاجه عايزين اللعبه في افريقيا تطلع صار. قبل بنما يعني عاوز اقول يعني تروح المونديال ما تجيبش غير هدف. يعني الناس عاوزه ايه؟ عاوزه تحس عاوزه يعني لا وقتها ومؤتمرات واقاله اتحاد الكوره وتغيير المشهد والمحصله. طب انا عندي معلش سؤال برضو وجاوبوني عليه برضو استاذ جمال، تقول لي رايك فضل. يعني قصة، هل هي قصة زي ما كابتن محمود أستاذ محمود كان بيتكلم اللي أنا عايز رجال مخلصين لهذه الصناعة محليين، ولا قصتي إن أنا لازم أروح أدور على عنصر أجنبي يجيب لي خبرته؟ لأن لو هتكلم على النقطة دي أنا جبت على فكرة لما كنت عايز أحسن التحكيم بتاعي جبت كلاتنبرج، التجربة نجحت لا ما نجحتش، فهل مشكلة في العنصر ولا في نقطة اهتمام بإحسان خارج مصر انما يعني في اتجاه داخل بقى موازي له. النهارده انت عندك منتخبات الناشئين والشباب فين؟ عملوا ايه؟ مستويات هو الاتحاد اتكلم عن الاهتمام بيهم المفروض خرجوا من البطولات بتاعت لعبنا قبل كده. لو هنتذكر مع بعض قبل كابتن حسن شحاته وشوقي غريب مع بعض لما مسكوا المنتخب، دول كانوا تكوين مشترك لأفضل الأجهزة الفنية اللي نجحت. لو تفتكروا قبلها حسن شحاتة نجح مع منتخب الشباب كاس أمم أفريقية وكاس أمم أفريقية وكاس عالم ثم كابتن شوقي غريب أيضا نجح واتعمل منهم مزيج. كابتن ربيع ياسين لا أنا بقول على حالة حسن شحاتة وفاروق هما نجحوا مع الشباب قبل ما ينجحوا مع الفريق الأول بالظبط كده. يبقى أنت عندك تجربة نجحت، ده يتضمن ايه بقى غير ان يبقى فيه اتنين مدربين كويسين ومعاهم احمد سليمان وحماده صدقي والمجموعه. قبلها كمان عندك مجموعه لاعبين تقدر تصعدهم للمنتخب الاول. نعم. يعني هو منين جه حسني عبد ربه؟ نعم. وعماد متعب والمجموعه دي واحمد فتحي كل دول ما هم جم وجده كل دول جم نتاج ايه؟ نتاج شغل في منتخبات السنيه الاقل، وده اللي كان مهتم بيه اتحاد الكره في وقتها. في وقتها ايوه وده اللي يجب ان لا يا استاذ جمال مسابقه القطاعات اللي هي كانت على مستوى الجمهوريه اللي هي منتخبات المجال مفتوح وكان في منتخبات مناطق بيطلع بقى منها
سيبك من انك تعمل مشروع اللعيب الكويس يجيلك، ممكن ما يعرفش يجيلك. صح، انت لازم تروح له. ايوه، يعني زي ما عمل ربيع ياسين. ربيع ياسين انا فاكر وهو بيكون المنتخب بتاعه كان بيقول لنا اسماء غير معروفه، وكان بيروح بنفسه يدور عليهم في صعيد مصر والوجه البحري وجميع المناطق عشان يضمهم هو بنفسه. لانه انا في صوره بتتشير اليومين دول لتكريم احد لاعبي المقاولين العرب، ووراهم محمد صلاح كده في الخلفيه. انا شفت الصوره دي. ايوه، وراهم محمد صلاح مش عارف ابن مين وبيكرم. أيوة. احنا ما نعرفش صحه الصوره، بس هي يعني دون التعرض للصوره نفسها، احنا بنتكلم على المعنى. ان انت ممكن يبقى عندك نجوم في الظل مدفونه، لازم انت تدور عليهم، لانه ممكن امكانياته ما تسمحلوش ان هو ما يعرفش يوصل، وما تسمحلوش ولا علاقاته، اللي هو واحد زي محمد صلاح ده اللي كان بيجي كل يوم من نجريج يركب وحكايه طبق الكشري او الكيس في كيس ويحطه في الرغيف. يعني عارف ان كره القدم طول عمرها، يمكن انت اشارت لده في البدايه، كرة القدم طول عمرها لعبة الفقراء. كرة صح. يعني اللعبة الأولى الشعبية. مش ده اللي كان بيميزها يا جماعة على التنس والألعاب الأخرى والسكواش؟ كانت لعبة. مش لعيب كورة نجم اللي عنده قصة كفاح. هات لي لعيب كورة، هات لي لعيب كورة على مستوى العالم. في واحد برازيلي هداف، أنا فاكر كان اسمه مين؟ كان أبيضاني وطويل كده، كان والده ملياردير. ده الحاله الوحيده. كاكا قليل. قليل عليك، لكن الاغلبيه موسوعه صندوق اسمه كاكا. ده الوحيد اللي قال لك ده لعب كوره غلط. بابا ملياردير ما كانش محتاج فلوس الكوره. الاغلبيه ايه؟ لا، اغلبيه نجوم العالم هتلاقيهم كلهم اللي كان بتاع كاوتش وبتاع عجلات وحاجات وشغلانه. اكبر مثال عندك كريستيانو رونالدو مثلا، يعني كل اللعيبه، بيليه، مارادونا، ميسي، كريستيانو رونالدو. بس ميسي كان يعني لا يعني عيلة كويسة شوية. ما هي أنا ما بقولش ما عيلة لا، أنا بتكلم ماديا ممكن يبقى مستور وكويس وكل حاجة، لكن أنا أقصد لازم العين الخبيرة زي ما قال الأستاذ محمود تروح لها هي اللي تدور. صح. الله ينور. ما ينفعش إن أنت واحد مش قادر يجي أصلا. بلاش كده الأكاديميات اللي أنت بتتكلم عليها، كارثة. الأكاديميات دي كارثة للأثرياء. بس برضه فيها مواهب حلوه، ما نقدرش نقول اثرياء ما عندهمش موهبه. اديهم بقى الفرصه. يعني لا، اديهم الفرصه. إيه موضوعيين. يعني اديهم الفرصه. يعني انت يا استاذ جمال، لما يجي كارلوس كروش بعد مسك المنتخب بشهرين ثلاثه ويطلع يقول لك يا جماعه دول لعيبه دوليين، صحيح، مش عارفين يباصوا. ايوه. هو كان تصريح صعب قوي. انا بكلمك من اساسيات اللاعب الكوره ايه؟ التسليم والتسلم. يعني انا اقول لك من اساسيات القراءه والكتابه انك تعرف تمسك القلم مثلا، صح ولا لا؟ وتكتب على السطر. استلام وتسلم. طب لما انت ما بتعرفش تكتب هتوريني في الملعب ايه؟ بانت الفوارق. يعني لما تبص على مثلا المغرب، لا، المغرب عندها قاعده كبيره، مواهب منتشرين موجودين في كل مكان. ها، طب دوري. محمود احنا يعني لك ايه؟ احنا لما قفزنا القفزه يا كابتن قفزناها ليه؟ كان عندنا اقوى دوري خلال هذه الفترة. بالظبط. ايه 2004 و5 و6 و7 و8 سنة كان عندنا دوري. بص عايز اقول لك حاجة، وجماهير في المدرجات عاملة روح. أنت دلوقتي لو جبت 100,000 استاد ونزلت الحكام الحاليين اللي هم أغلبهم ما عندهمش خبرات إنه يتعاملوا مع الحكم، مع التحكيم والضغط. طيب. اللاعب نفسه يبقى عامل نفسه برضه. طيب أستاذ محمود، أقول لحضرتك حاجة، عشان تنهض وتعمل مشروع أنت عايز حاجتين أو شقين. أول شق إن أنت محتاج بنية تحتية، محتاج ملاعب. طبعا. رقم اتنين، محتاج قبل الملاعب العنصر البشري اللي يعمل مشروع. طبعا. هل المشروع في دولة تعدادها 110 مليون يقدر يعمله اتحاد الكرة لوحده؟ السؤال هنا. اتحاد الكرة هو ده الأساس، منوط بكده أصلا. هو بس البروجكت ده هيبقى كبير. لا، أصل هو أنت بتطلع على اللعيبة دول وبتكتشفهم في اختصاصه يعني من خلال إيه؟ ما هو معلش، أنت هتيجي تقول وزارة الشباب. وزارة الشباب لها أنشطة مختلفة ودور مختلف، اللي هي ايه؟ الرياضه للجميع. انك توفر الملاعب. كان في مشروع البطل يا استاذ جمال، الوزاره عملته بتاع البطل الاولمبي. فاكر حضرتك مدرسه الكوره بتاعت الموهوبين اللي كانت مدينه نصر؟ واللي قفلت، طلع منها مثلا نجوم كبار. ايوه. وطلع منها نجوم احترفوا. انا مش عايز اذكر اسامي حد. يعني فقصدي اقول لحضرتك، لا، الوزاره ليها اليات وليها اذرع. طبعا تستطيع. طبعًا. ان هي تتبنى مشروع زي ده. بس هو اتحاد الكوره بيقاس نجاح الكوره في اي بلد
بمدى نجاح اتحاد الكوره. طبعا ده الاساس، بدليل ان احنا النهارده بنتكلم عن المغرب وفوز الاقجع والشغل اللي بيعملوه. ما هو ده كله برضه ايوه اكاديميه محمد السادس، ما كل الناس دي جايه من مثلا اكاديميه محمد السادس. انما لو انتوا بتتكلموا على اكاديميه محمود صبري واكاديميه جمال الزهيري واكاديميه تايسن واكاديميه نهوان، لا انا الاكاديميه بتاعتي هتطلع لفوق. لا دي كلها ممكن. يا ساتر يا ساتر، خلي بالك بقى، خلي بالك جامده. لا لا يا ساتر اذكر، بس سابت كل الاكاديميات بتاعتنا وقالت لك اكاديميه طالع لجوه. طبعا فهي الفكره كلها ايه؟ انه يبقى في اكاديميات حقيقيه فعلا لرعايه المواهب، مش مجرد ان هي مشاريع. يعني اول ما اتحاد الكره اعلن انه هيبقى فيه دوري للاكاديميات، نعم ماشي حلو جدا، بس مين هم دول؟ اي اكاديميات؟ هل هي الاكاديميات القائمه على البيزنس اللي هي قائمه على استغلال اسماء انديه اوروبيه واستغلال رغبه اولياء الامور؟ لان احسن حاجه اولادها. اولياء الامور النهارده بعد ما كانوا بيضربوا اولادهم عشان بيلعبوا كوره وعيالهم بتجري تلعب كوره برضه، النهارده بقوا اولياء الامور بياخدوا اولادهم من المدارس ويروحوا الاكاديميات. فلابد ان يكون الاشراف على هذه الاكاديميات يراعي بقى النقطه اللي انت قلتها يا استاذ. المدربين، مين هم المدربين يا استاذ جمال الاول؟ مين اللي هو اللي يختار يا كابتن؟ بالظبط، يعني اصلا مين اللي عامل اكاديميه؟ مين المدرب بيختار اللاعب ازاي؟ بيشوف ازاي؟ يعني انت عامل ايه بهدف؟ انت بتقول لي اكاديميه وكل شهر تعالى 500 جنيه وهنديك شنطه وعاملك ان محصله ايه؟ يعني انت مثلا في ناس عشان تعمل الكلام ده بتسلى عشان تحمي اولادها. عشان عايز اكاديميه طلعت لا 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 انا عاوز اقول لك صينيه بتاع ده حله المحشي يلعب راس حرب كابتن واللي يجيب مش عارف كرتونه بيض فول يقعد على الدكه. كابتن في دلوقتي اكاديميات من بره، يعني من مثلا من انجلترا بتنزل دلوقتي، وصلت الى النجوع والكفور. بيفتش هم اللي بيجيبوا، بيروحوا جايبين ناس اخصائيين بيدوروا وبيختاروا. يعني مش عاوز اقول لك في ناس ما رضوش ياخدوها فنديه، الناس دي حاليا بتلعب في غانا في الاكاديميه دي، خدوها وشفنا قالوها في نقله ثانيه خالص. انت شايف يا استاذ محمود احنا نجحنا كاتحاد كوره في استغلال اسم محمد صلاح في اوروبا دلوقتي، وان كان يعني محمد صلاح هو سفير مصر في اوروبا كلها دلوقتي. وكان ممكن ده يساعدنا انه يعني يعمل جذب لكل الاكاديميات في العالم انها تيجي تستثمر هنا في اللعبه المصريه. هل استغلينا ده صح ولا شايف ان استغلال محمد صلاح النهارده مش على اكمل وجه؟ ان احنا لغايه دلوقتي مش عارفين نستفيد من وجود محمد صلاح بامانه شديده، لانه المحصله والناتج عندك ايه؟ بتبص على وضع تراجع في المواهب، تراجع ما عندكش. لا احنا ساعات بنعطله، ما عندكش، ما فيش، ساعات بنعطل محمد صلاح بقرارات لا بقرارات يا استاذ محمود، ما فيش طبعا. لا علاقه برضو بعدم وعي وادراك المسؤولين عن كره القدم باهميه محمد صلاح. يعني انت لما تبقى عارف ان عندك واحد زي محمد صلاح ومرتبط بشركات ومرتبط برعاه وتيجي تعمل له حاجه عكس كده، على فكره في الرياضات المختلفه مش بس في كره القدم بالمناسبه. يعني حصلت مع رياضيين مختلفين. طيب انا تعبت من الحديث عن الموضوع ده، ما احنا رمضان ما تيجوا نفك شويه. اتكلم على نقطه دي بص انت وتتقى. لا يا كده شويه وكده شويه. لا لا ينور عليك يا واد بصراحه. احنا عايزين انا قاعده حزينه كده عمال اسمع. احنا مش عايزين نركز، احنا زعل لا 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 احنا معاكي، بس انتوا اصبتوا كبد الحقيقه. لا هو ملف واقع، ملف واقع، بس عايزين نفرفش ده شويه. احنا نستحق ان احنا نكون في مكان احسن مكان. انا بتفق معاك، احنا نستحق كجماهير مصريه ان احنا نكون في حته تانية خالص. طبعا. نروح سريعا لماتش ان شاء الله الاهلي القادم يوم السبت. فرحونا كده، قولوا لنا بقى رؤيتكم للمباراه باذن الله، الكف عند مين يعني اميل شويه؟ اميل ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني عايز اقول الاهم من المباراه، لان المباراه خلاص في المستطيل الاخضر. خلينا في بره المباراه. ماشي. احنا بنتعرض لضغوط على مدار من يوم مباراة صن داونز. أنا حبيبه اتكلمت هنا وقلت يا جماعة أنا شايف أن علاقتنا بالسودان مهما حدث وما هي أكبر من مباراة كرة قدم. علاقتنا بأخواتنا السودانيين أكبر من الكلام الفهم، من محاولات صبيانية لجرنا لمعارك وهمية علينا. والنهاردة عجبني قوي يمكن الفيديو اللي نزل لجمهور الاهلي، فيديو التنشيط الهدف منه. خلينا نركز في الملعب. أيوة خلينا أيوة نركز في المستطيل الاخضر. مباراه 11 لاعب ضد 11 لاعب، اللي يحسمها هو ده، هو ده البطل. واللي هيقدر اللي بيحصل في الجمهور والكلام ده وجرنا لهدف احنا اكبر منه، لان احنا ايه عاوز اقول لك ايه خبراتنا في المشوار كبيره قوي، واللي تعرضنا له اكبر من الكلام ده. لكن الحزين اللي يخليك تحزن
انه ليه يصل بنا الحال انه بعد جرنا للكلام ده. علاقتنا بقول لجمهور النادي الاهلي من وقت دخولك للمباراه لغايه خروجك هدفك واحد بس هو دعم فريقك. صح. فوت الفرصه وخليك ذكي لانه الهدف الاكبر هو التاهل لدور الثمانيه. الهدف الفوز هيخلص على حاجات كتير، هيقضي على كل اللي تتخيله. تخيل كده وانت طالع فاز بنتيجه كبيره، عندنا ثقه في لعيبتنا، انتظار انضمام اللعيبه الدوليين، الروح المعنويه، في جهد معمول، في شغل كبير جدا، مباراه صعبه مش سهله زي ما حد متوقع، الفريق الضيف الشقيق اللي جاي عنده طموحاته، بيحاول كل اللي بيعمله ده بيحاول يجرك لحته تانية. لا احنا مش هنجر لحته تانية، احنا هنشيلكم على راسنا وهنرحب بيكم واحنا اخوات، والمباراه هتنتهي وكل واحد هي بالحضور الجماهيري الضخم للاول مره. يعني عاوز اقول لك الحضور الجماهيري في المباراه دي يعني يفكرنا ناس وعاشها شكل 10 سنين. شفتي فاكره؟ لا فاكره انت 2014 بس نهاية الكونفدراليه، فاكره العدد ده في ماتشات المنتخب. شفنا عدد اكبر من كده في ماتشات، ما انا بقول في المنتخب بس اول مره نشوفه في ماتشات نادي. ما هي دي بقى جمهور الاهلي، جمهور كره، هو ده جمهور الاهلي، ده جمهور وراه حكايه، ساند فريق، بطل كبير سانده ويعرف قيمه المواقف. الاجيال تغيرت لكن النبته موجوده، البطل دايما بيتعرض لمواقف ما بيقفش عندها، قدرته على انه يتجاوزها ويعدي ويبص بعيد. لو انا قعدت ابص لكل واحد بيحاول يعرقلني ويعمل لي يحدفني بطوبه ويعمل لي كذا مش هاخد خطوه، مش وصلت للعشره. انا هدفي ان انا اروح لل11 زي ما انت قلنا واتكلمت مع حضرتك قبل كده، قلت لك شفت كنا فين في الباسكت؟ صحيح. شفت رحت فين؟ شفت الناس عملت ايه؟ كل القديم اتنسى وعندك وضع دلوقتي مختلف، زي ما الناس نفسها دايما توقفني زي ما طبعا دايما بسالك، زي ما نفس الناس جمهور الاهلي نفسه يرجع اليد زي زمان في فتره التسعينات زي ما كان فريق اليد عامل ازاي، الناس برضو نفسها تعمل كده. فانا عاوز اقول لك انه مباراه يوم السبت مباراه روح بالدرجه الاولى، مباراه تركيز شديد لا تقبل اي خطا، مباراه تفاصيل صغيره جدا، الفوز فيها اتمنى توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون حاضر، اللعيبه يعملوا اللي عليهم واللي هيريده ربنا هو اللي هيكون. وبقول للاخوه في السودان اهلا بيكم في بلدكم الثانيه، مهما يحدث مباراه كره القدم ستنتهي وتبقى علاقتنا وعلاقات الدم والمصاهره والنسب والاشقاء اكبر من كل التفاصيل من محاولات البعض يجرونا لحاجه عشان نخسر بعض. طب استاذ محمود، يمكن برضو احنا في رمضان وقبل الحلقه ما تخلص يا نهوان لازم طبعا معايا اساتذه كبار الحقيقه ودايما بنتكلم في الكواليس ويعني بتناقش في قضايا كبيره جدا. لا عايز اعرف ذكرياتكم مع رمضان. لا إيه؟ قبل ذكرياتنا مع رمضان احنا في ماتش بالنسبه لماتش الاهلي والهلال، دي مباراه بعيده تماما عن مباراه غير حقيقيه بتدور على السوشيال ميديا. سيبك من كل ما يجري على السوشيال ميديا لان دول ما اقدرش اخد على كلامهم، ده فرشور طبعا. الذكي عمره ما يلتفت يعني بهذا الشكل. لازم نقول للعيبه النادي الاهلي ان هم يركزوا 100% في الملعب، وهم عندهم القدره انا واثق من هذا ان هم يحققوا اللي احنا طالبينه، وامنيه جماهير الاهلي كلها انه نعدي هذه المباراه بشكل اللي احنا عايزينه، وعندهم هم القدره لده، مش بنطالب منهم حاجات يعني. خلاص امامهم فرصه حقيقيه لاصلاح الخطا او الاخطاء اللي حصلت في المرحله اللي فاتت والتاهل باذن الله. انا بتفق بعد كده بقى عايز تتكلم. انا بتفق مع حضرتك. لا قبل كده خلينا بقى الفزوره بتاعتنا يعني الفزوره هي دلوقتي ولا امتى؟ محدش بلغ. لا هي دلوقتي لانه احنا دلوقتي قبل الفزوره انتوا هتروحوا الماتش ولا لا؟ حد فيكم هيروح الماتش؟ احنا هنتابع بس احنا هنتابعه بس من الشغل يعني عشان الشغل لا انا ما نمتش. انتوا ما قلتوش امتى هنقول الفزوره؟ تابعتوا الفزوره اللي احنا قلناها؟ مش عارف انتوا قلتوا حاجه ابيض واسود. لا شجره سمعتها قبل. طب اسمع الفزوره قبل ما نقول الاجابه. ايوه كل فرع فيه 30 ورقه، ايوه نصها ابيض ونصها يا نهوان اسود. ها اسود يا ابيض ابيض اسود. هي طبعا خلينا نشوف نهوان ده هتقول بقى. طيب هتعرفوا الاجابه بما طيب تعالوا نشوف سريعا الناس بقى عايزه ايه. عروستي لا مفيش هو يا كده. تعالوا نشوف الناس. طيب يلا نهوان. الشيخ قال لك السنه عادل عفيفي السنه 12 شهر شهر كل شهر 30 يوم نصه ابيض صبح ونصه اسود ليل. شفته سهل قوي يا سيدي عادل. ماشي ده الناس كلها مجاوبه صح ولا ايه؟ مستر اشرف السنه عندك
مروه برضو عيد السنه، محمد حسن السنه، وائل ابراهيم السنه. عارفه لو جبتوا لنا بعد كده فوازير سهله تاني؟ رهام، رهام جايب لنا فوازير سهله. حسين السيد السنه قال لك الشجره، لا ده مختلف. طب ما هي الشجره. احمد عبد الله الشجره. اه طيب ماشي. محمد شرقاوي السنه، محمد فرغلي السنه، سيد عيد الدغيدي. لا جاوب اول واحد يجاوب غلط قال لك الساعه. لا ما هو لا في قبليه الشجره برضو غلط. اه انا الشجره قلتها. يونس بقى السنه. وليد بدر الدين العام. حلو لغه عربيه. لا اليوم 30 ساعة. اه لا لا هي السنة. هي السنة. السنة. علي علي العسال السنة. سامح ناجح السنة. محمد رزق السنة. لا خلاص ده احنا ناخدها من الأغنية. محمد السنة، محمد رزق السنة، علي فوزي السنة. بصوا يا جماعة مش هيبقى في جوائز. جمهور النادي الأهلي شاطر. جمهور النادي الأهلي شاطر. أنا كنت بقول إن اللي هيفوز يعني هيجيبها صح هيبقى فيه كده هنجيب 2000 جايزة. فيعني خلينا نكمل يعني الجمهور. علي علي فوزي الصاوي، ناصر بشيري. كده حددوها مفيش جايزة. محسن لا محسن شبرا، سيد إبراهيم حل الفزورة السنة، هاني شاكر السنة، عمر مرسي السنة، ياسر أبو عيد أبو عبد السلام السنة. ده كان طبعا جمهورنا. الإجابة السنة يا جماعة. ألف مبروك. لا بجد كل سنة وانتم جمهور شاطر. كل سنة وإحنا طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. لا بجد نورتونا. وكنا حابين نتكلم أكتر بقى عن المسلسلات والحاجات اللي زيك. بتتابعوا أصلا مسلسلات برضو ولا؟ يعني وإحنا معديين كده. على خفيف. نورتونا وشرفتونا طبعا. سنة وانتم بخير يا رب. سعادة دايما إن شاء الله يا رب. بإذن الله اللي جاي أفضل، بإذن الله بيكون في قرار ويكون بيتنفذ بشكل سليم ويكون في زي ما حضرتك قلت رجال مخلصين في المكان الصح بتاعهم. باذن الله هنلاقي فرق كبير، لان هنرجع نقول في الاول وفي الاخر الجماهير المصريه تستحق افضل من ذلك. هيثم بجد كنت سعيده معاك في الحلقه دي، اول مره نطلع وان شاء الله ما تكونش اخر مره. ان شاء الله ان شاء الله. وسعيد معاكي جدا جدا، وان شاء الله تتكرر تاني باذن الله. نكرر مع ضيوفنا الكبار استاذ جمال الزهيري الناقد الكبير. الناقد الكبير بشكرك وكل سنه وحضرتك طيب، نورتني وشرفتني. استاذ محمود صبري طبعا حبيبي وصديقي وسعيد معاكم وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب، نورتني وشرفتني. أعزائي المشاهدين، دي كانت ليلتنا النهاردة الرمضانية الجميلة اللي حقيقة أنا على المستوى الشخصي استمتعت بيها، ونهواند طبعا وجودها معانا النهاردة يعني كان شرف كبير. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وانتظرونا غدا وسهرة رمضانية جديدة، والأهلي في رمضان.